هاي حزوره يلا لا بس يراد لها تركيز اموت على الحزوره يا الله يلا اشتريه بمالي ولا ادخله بداري تشتري بفلوسك بس متدخلي بدارك اشتريه بمالي ولا ادخله بداري ايه متدخلي بداخل البيت اجوز بالحديقه يمكن عرفت ثاني اوكي 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 دقيقه واحده 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 حيوان شنو ما حيوان دقيقه مو من يوصل لك الماكي حظي حجي عفيها وحدك حيوان حيوان ايه؟ طيح المايك باع وين يلا جاوب دغشش لا تغشش لا لا ما تيح احكي يلا سياره نعم ام طابقين داري سياره زين النوع ما سياره شنو هي بيكا بيكا يرهم يرهم بيكا ها بيكا تمام انت سياره يا ما سياره يلا شموسه يمكن تشوفها يا ستار يا ستار ما ادري والله ما تدرين والله زين ها عني وقلت لك يا انا فكرت بالسياره المشكله سياره نفس تفكير اختي انا مفكر هو الدار هو الدار ها ما طب جوا هي بس طب الجراج اي صحيح ها الدار نفسه الدار طب الطب هذا الدار الجراج مو من ضمن الدار صحيح الجراج مو من ضمن الدار بس اكثر السيارات بالجراج وين اكثر السيارات بالباب بالشارع لا لا ادخلها بالجراج ويومين شقوا لي اياها هو غلى عندك انا ما عندك جواب صحيح هو السياره نقطه لك ونقطه لامك هسه المايك لك شمس ركزي هذا اخر سؤال سهل سهل شلونش بالدين؟ اي زينه قولي والله يا الله ما حد يجاوب ما هي الصورة التي تقع في نصف القرآن؟ أعرفها أنت تعرفيها بس خل جاوب أدري مش تعرفيها ما تردي لها البنت ايش تردي لها يا حظي تعالي هنا حتى تردي لها سعدية تعالي هنا ما هي الصورة التي تقع في نصف القرآن؟ نوار ذهب لا انا جاوبه ما حد يجاوب اه ها لا لا انت ايش ايش قلتي الكهف لا لا جيب جيب انا جاوب ها شنو هي كهف عمي الكهف عمي صار اوكي كهف ما اعرف ما اريد اغلط الكهف صحيح لان هي الخامس عشر صدق اي الجزء الخامس عشر الكهف كم مره ختم القران اني 11 مره قولي والله تمام شو تقولي؟ كهف الكهف اوكي على حد اسم مشيها وياكم الكهف كهف اوكي ها الكهف الكهف ايه الكهف الكهف نغير السؤال لو نثبت لا ثبتوا واتقافتي على القضيه اعطيش والله الهديه تمام نقطه الي صارت ونقطه للحجيه ونقطه لك زين المايك نفس نقاط سبحان الله نفس اللون يلا